فاذا كملنا الدرج الاخر نوصل عند العين الفوقة اللي هي مسكره اليوم عشان كل الناس تدخل من المدخل اللي للمتحف. في افلام، في اشياء معروضه وصور ولوحات موجوده، وفي حفريات كل الوقت تحت الارض، يعني تمشوا اكثر من نص ساعه من راس الدرج لتحت في متحف. يعني انا دخلت يا جماعه عند التطورات الموجوده اليوم، والحفريات اللي صارت تحت الارض اثرت على المباني وحتى على الدرج الموجود هون. كان في انهيارات كثير كبيره اللي صارت في مباني، في غرفه صف مدرسه الوكاله وغيره من نتيجه هذا الحفر تحت بيوت الناس اللي موجوده، وبدون اي اعلان على انه في حفر او شغل او موافقه من السكان اللي بيتم الحفر تحت بيوتهم او جنب بيوتهم. طيب هون هذا اول بيت بعد اتفاقيه اوسلو. شوف السلام شو جاب لنا، ما كانش قبل ما يكون في سلام في عنا استيطان في سلوان. بعد ما صار في عنا اوسلو وسلام في نص التسعينات صار في عنا اول مستوطنه موجوده. اللي اجى اخذ وراء من الناس هون ادعى انه عالم اثار وحفر، اجى كان يعني يحفر هون وبيشتغل، سكن عند الناس، واحنا دائما بنحب الضيوف ومنطعميهم ومننيمهم ونضيف بالنا عليهم. اخذ كل وراء من العيله وطلع اسرائيلي مستوطن واعطى الوراء لجمعيه استيطانيه، وهون ضمن قانون املاك الغائبين تم الاستيلاء على البيت دار العباسي. وفي صوره مشهوره هذا المستوطن كمان مع مجموعه من المستوطنين مستحهم على الارض بيكون قاعدين على طاوله جوا البيت للصباح. ايش هو هذا البيت؟ هذا البيت كله جوا هذا هيك. فهذا قانون املاك الغائبين هو قانون بيحكي انه اي حدا كان غائب من ارضه او بيته او املاكه بتصير ملك دوله. شو يعني غائب؟ كل الناس مثلا اللي كانوا بال 67 مش موجودين بالقدس، ما صارش في احصاء لهم، ما تسجلوش انه موجودين. والكل الناس تحكي انه في عندي ثلاث اولاد، هاي اثنين منهم موجودين وواحد راح مش موجود او بدوش يسجل. فهذا موجود، في فلان موجود مسجل اسمه بس هو ما كانش موجود وقت الاحصاء في مدينه القدس. فتسجل غائب، هذول الغائبين في لهم املاك. املاكهم بتصير تلقائيا املاك دولي. فهذا القانون اللي بيحكي هيك لها ويستخدم لمصادره املاك كثير من الناس. تم تطوير هذا القانون مؤخرا بالسنوات الماضيه لانه اذا هذا املاك غائبين وعائلته ساكنه فيه فهم محميين. بتعرف اذا في حدا بيكون عايش اكثر من 20 سنه في محل فهو محمي، والناس ساكنه اكثر من 20 سنه. فصار في قانون الجيل الثالث اللي بيقول اذا عائله سكنت لحد جيل الثالث، الجيل الثالث محمي بعد هيك لا. وحسابات مين الجيل الثالث كمان معقده ومحطوطه بطريقه انه اذا الجيل الثالث ما كانش عايش مع الجيل الاول فهو بنحسبش مثلا. فكثير من الطرق اللي يعني اكبر قدر ممكن من البيوت اللي تتصادر يتم مصادرتها، وكل هذا تحت عنوان القانون. فالمحاكم لما نحكي عن محكمه عنصريه هي المحكمه شو بتسوي؟ بتطبق قانون. بس هو القانون نفسه عنصري. الحاكم قد بده يكون عادل بده يطبق القانون، هو بيطبق قانون محطوط اصلا لتهجير الناس. طيب رح نروح ونشوف كمان بيوت تانية رح يتميزوا بيت العربي من بيت المستوطنين، البيوت المصفحه الانتركوم مع كاميرات والاعلام والاسماء العبريه والامن كل الوقت اللي موجود، شبابيكم بيفتحوهاش حتى درجه حراره مليون. شوفوا بالمقابل بيوت العرب كانوا فاتحين الشبابيك والغسيل برا والباب مفتوحه وفيش حاجه لا امن ولا غيره، والاولاد اذا بتكونوا سامعين صوتنا بيطلعوا يحكوا معنا دائما. فهذا الفرق الكبير بين حدا اللي عايش في داره بين حدا سارق دار. رح نكمل حاول تكونوا سريعين شوي. Thank you.
طيب من هون انا بدي احاول اشرح لكم شيء العلاقه تبع كل المشاريع مع بعض. حكينا البلده القديمه متحف مفتوح، حوالين البلده القديمه بده يصير مشاريع مختلفه اللي هي بتدعم نفس الهدف، وكل مدينه القدس لمدينه سياحيه، مشاريع مختلفه في امكانيه لاستيعاب عدد كبير من السواح. وحكينا البلدة القديمة الدائرة الأولى محيطها دائرة ثانية. شو بتشمل الدائرة الأولى حوالين البلدة القديمة؟ شيخ جراح، وادي الجوز. شيخ جراح تعرف القصة تبعتها، وادي الجوز في عندنا وادي السيلكوم اللي هو كل مدينة الهاي تك اللي موجودة، بعدين بكمل وادي الجوز في عندنا وادي قدرون، وفي عندنا كثير من الحدائق اللي راح تضل حدائق أو مقابر. على جبل الزيتون او الطور في عنا عدة مشاريع، منها التل فريك او الكيبل كار اللي رح يكون في واحدة من محطاته عند كنيسة الجثمانية على الطور في الموقع قبعاتي او عند النبي داود. وبعدين رح يروح على الموقع محطة القطار العثماني اللي تم تطويره قبل فترة، وهو موقع جذب سياحي مهم جدا وناجح. بتكمل الدائرة لكل الأشياء اللي حكينا عنها. بصير في عنا الواد اللي هو فاضي، شايفين احنا الجمعية الفلسطينية مسيطرة على كل المنطقة الأثرية هون في هذه الجهة من الواد، وفعليا هذا المشروع بيكمل. عشان يكمل يعملوا الدائرة شو بصير في عنا؟ في عنا حي البستان في النص. عشان يقدروا يكملوا هاي الدائرة شو لازم يعملوا؟ لازم يقيموا حي البستان، وهذا اللي صار. أعطوا قرارات هدم لكل البيوت الموجودة بحي البستان. احتلتوا مع حدا يحكي لكم عن حي البستان فمش راح احكي كثير. بكمل بعد حي البستان بصير في عنا دائره بتلف على وادين، وادي الربابه ووادي يصول. في وادي يصول في تقريبا 28 عائله مهدده بالتهجير من خلال هدم بيوتها. في وادي الربابه تم اعتبار كل الاراضي اراضي عامه ومنتزهات وحدائق عامه، وبيشتغلوا فيها بيطوروها. يعني بتروحوا هناك بتشوفوا في محل تسلق الصخور والجبال، وفي محلات للمشاوي، وفي بالجبل المكبر كمان محل تخييم جديد تم افتتاحه. وكل هاي المشاريع اللي بتكمل كدائرة. هلا لما نطلع لفوق بعد الواد بنصير وين؟ الخط الأخضر، يعني حدود 48 اللي كمان أخذت جزء من أراضي سلوان. فيها صار في عنا كل التطوير اللي صار في منطقة باب الخليل، الأوتيلات، المجمع التجاري ماميلا، وفي عنا كمان سكة الحديد القطار الخفيف اللي بيمشي لعند الأوتيلات بالشيخ جراح. وبالشيخ جراح في عنا صار الأوتيلات هذا انبنوا وجهزوا جزء من الخطة. بعدين في عنا المخطط تبع الشيخ جراح. بالنص بينهم في عنا مخطط كمان لحدائق في منطقتنا بين باب الزهري وباب العمود. وهذا كله ايش بيعمل؟ دائرة كاملة حوالين البلدة القديمة. الدائرة الأخيرة ايش؟ الدائرة الأولى هاي، الدائرة الأخيرة ايش؟ الجدار. إذا احنا طلعنا هناك وين الحريقة هاي؟ لجنب شوي هناك بنشوف الجدار، يعني كيلومتر هوائي الجدار بعيد عن البلدة القديمة. ففعلياً بالنص بين الدائرة الأولى والدائرة الأخيرة في جزر موجودة، كيف بيحصلوا فلسطينية بيكونوا ممنوع التطور محصورة. وبالنص بينها في مشاريع كثيرة، استيطان، حدائق، مستوطنات مبنية كمستوطنات أو هيك. نسيت أحكي كمان في رأس العمود وين هذا الدير بيت أبونا إبراهيم. على الشمال منه شايفين في مبنى كبير أبيض، هاي أكبر مستوطنة موجودة بسلوان اللي تقريبا عدد الوحدات السكنية فيها فوق 200 واحد. فوق أعلى إشي البيت الأبيض، أعلى إشي فوق هناك مستوطنة كبيرة، أكبر مستوطنة موجودة في سنة. في هناك دكتور زي شبابيك في موجودة، مش شبابيك، بور قديمة تحت الدور، تحت الدور بالصخر محفور بالربعات. أيوة هاي بور قديمة كان اليوم احنا بنتكلم.
هون مكتوب على إسرائيل خي، يعني شعب إسرائيل حي. هذا بيت مستوطنين في حي سلوان. شغلة مهمة، دول البطيئين رح يخسروا معلومات كثير. شايفين هاي المستوطنة، العلم جنب العلم في عمود عليه هيك لوح أبيض، هذا اللوح هو ميكروفون أو مكبر ميكروفونات، يعني مكبر صوت اللي فيه أكثر من ميكروفون بجمع الأصوات من محلات مختلفة، في إمكانية يعمل فلترينج للأصوات. يعني إذا كلنا وقفنا حكينا كلنا مع بعض نفس الوقت، عنده إمكانية هذا الميكروفون يجمع أصواتنا ويفلتر كل واحد لحاله شو. ففعليا بيتم استخدامه بهالمنطقة لأي حدا بيحكي أي شيء تحت، تحديدا لما يصير في مواجهات المحجار والناس. يا ويلو إذا حدا حكى اسم حدا تاني، فيعني اسمه مسجل وصوته وكل التفاصيل هاي وهيك. هاي صناعة بلجيكية، وأنا عرفت عنه من الشركة اللي مصنعته وعملت له دعاية إنه تيستد إن ميدل إيست في القدس يعني. هاي. وهاي التكنولوجيا بطلت بس ميكروفونات زي هيك، صارت الكاميرات فيها هذه التقنية. في فيديوهات للشرطة الإسرائيلية بتحكي عن هاي التقنية وبتفرجي كيف بيشتغل. طب أهل القدس الأهالي اللي ساكنين هون بيعرفوا هاي الشغلة؟ أنا عرفت لأنه بكبر وبحكي مع علاقات في أجانب بيعملوا هون معكم جولات سياحية مش بس عرب؟ أغلب اللي بعمل لهم جولات مش عرب. بس في عرب كثير يعني. وهون في محلات حلوة، يعني في محلات تفتح فيها عند الاستيطان والتهجير وهيك، يعني كمان بلادنا حلوة فيها أشياء كتير حلوة. هلا رح أحطكم على موقع من المواقع الحلوة ورح أترككم هنا. جبتوا أواعي سباحة؟ مرحبا. تعرفوا شو هاي؟ حجر، بس حجر ايش؟ هذا مربع هن بحطوه هن يعني خصوصي؟ لا ما عمروش مر عليكم هين؟ صيفي ساعه بس اصغر بيكون؟ في اصغر وفي اكبر مش شرط. يعني هون ملان زي هذا الحجر، حجار فسيفساء
أنا لقيت حجر فسيفساء. دائما لما باجي هون ملان حجار زي هاي فسيفساء، لأنه هون كان في كنيسة بيزنطية، لأنه إحنا فوق مباشرة البركة سلوان اللي صار فيها المعجزة وانبنى فيها الفترة البيزنطية كنيسة. هاي هي راح نروح عليها. فهي جامع كمان، لما المسلمين أجوا كمان المسلمين بيأمنوا بالمسيح ومعجزاته، بنوا لتخليد المعجزة المسيح، والمسيح مسجد في نفس المكان المقدس. وحكينا إنه الناس نفسها ما تغيرتش، فالمكان المقدس للناس ظل مقدس، تغير شكله تغير اسمه، كان كنيسة صار جامع، بس ظل هو مكان مقدس وظلوا نفس الناس بيصلوا بنفس المحل. يعني غيروا شكل أو اسم العبادة اللي بيصلوا فيها، بس ظلوا هم نفس الناس بيصلوا بنفس المحل ويعملوا بنفس القصة، يعني اللي ممكن تختلف من محل لمحل ووقت لوقت. فيعني هون هاي منطقة مهمة جدا، وإذا عملوا حفرية أثرية أنا بتخيل رح يكون في إشي رهيب، لأنه في كنيسة كبيرة كانت مبنية بهذا المحل بالفترة بالضبط، يعني قبل 1600 تقريبا. طيب ربط قبل تقريبا اسبوعين المستوطنين جمعوا حالهم ونزلوا وحاولوا يحرقوا المسجد، مسجد العين، فما قدروش يدخلوا على المسجد، اعتدوا على السيارات الموجوده هون، حرقوا هاي الارض والسيارات الموجودين فوق. شايفين كده تقريبا 4 أو 5 سيارات انحرقوا فيهم، السيارات انحرقت بالكامل. ومباشره بخلال 10 دقائق لربع ساعه كان في فزعه من شباب القدس، يعني الموجودين، يعني عشرات من الشباب اجوا حاولوا يطفوا النار ووقفوا كل الاعتداء الموجود. طبعا المستوطنين هربوا، والحرس الحدود كانوا بيحمي المستوطنين، ومش بس بيحمي المستوطنين، ما تدخلوش يطفوا النار. ولما اجوا الشباب مباشره اعتدوا على الشباب اللي اجوا على يطفوا الحريقه اللي صارت الموجوده هون. فبنشوف اثار الاعتداء، يعني هي موجوده، والحريقه وصلت عند البيوت، يعني على شايفين على اليمين هناك كان في نار اللي تطلع على دور الناس، يعني لولا ما الشباب اجت دخلت فصلت النار. طبعا تخيل هاي بلشت من كلها هيك السيارات، وكلها كانت حريقه كبيره يعني موجوده هون. وبتشوفوا كمان السيارات المصفحه تبعت المستوطنين. المستوطنين اللي عايشين بالقدس بشكل عام في البلدة القديمة أو سلوان أو في محلات مختلفة، بيطلعوش من برا باب دارهم إلا مع 2 حراس. حتى لو طفل 5 سنين عمره أو متعلم يمشي جديد، بروحش على مدرسته أو على الروضة أو على أي محل بدون ما يكون في 2 حراس، واحد قدامه وواحد وراه مسلح. فهاي كلها تربية حتى للجيل الجديد اللي موجود عندهم، بتربية خوف. كل السيارات مصفحة ولا حدا بتحرك إلا بسيارة مصفحة بسرعة. لا،
طب اطلع يلا علينا نحكي لهم شوي عن المحل. طيب انا هاي رح تكون اخر محطة انا بكون موجود معكم فيها، رح يكمل امير وبارش، يمكن حدا تاني من الشباب ينضم. احنا موجودين هون قريب على بركة سلوان، وموجودين كمان فوق الانفاق اللي انحفرت، يعني بتطلعوا من هون بتشوفوا تحت الارض قديش في حفر موجود، هذا نفق ببدأ من هون وبيكني جوا البلدة القديمة. جوا في متحف دافيدسون، وين الزاوية تبعت المسجد الاقصى؟ في الزاوية جنب الزاوية تطلع تلاقي حالك طالع من الارض من بين البلاط على هناك، ومنها الناس تدخل على المتحف دافيدسون. ففعليا كانت تقدر تشتري تذاكر متحف دافيدسون من جوا الموقع الاثري اللي دخلنا منه. فهي شبكه كامله، عين سلوان البركه هي المخرج تبع النفق، من العين فوق بتطلع من هون. فعليا الناس تطلع من النفق هناك، تنزل الدرج تدخل من النفق هذا ترجع فوق، فبشوفوش حدا، بيدخلوا على مواقع اثريه انفاق، بيرجعوا جوا البلده القديمه بشوفوش عرب او فلسطينيه. رح ننزل شوي صغير لتحت تشوفوا البركة والمدخل النفق، بعدين بتكملوا مع أمير. بهالوقت أي حدا عنده سؤال استغلوا الفرصة، لأنه أنا شو هكمل معكم. بس نقول لك إنه انبسطنا كثير. تسلم تسلم. أقل من الواجب، وأسف ما قدرت أكون معكم وقت. بالعكس نقدر وقت. وهي مفتوح كمان، بدكم تجربوا تدخلوا على النفق. أنا عارف خيط الكل حالي تخلص الكل. بس المعه واعي هون اللي نزل الدرج بتصير هاي بركة سلوان، اللي في مخرج نفق مي، نفق المي من وين فرجيتكم ننزل الدرج مدخله النفق نفسه 533 متر، تدخلوا جوا النفق كل الوقت في مي، في جزء منه توصل المي لمتر والباقي بتكون 20-30 سنتي، في مرات اكثر او اقل تركة حسب منسوب الشتاء والمي اللي بتضخ من العين. العمدان هاي اللي شايفينها تحت هي اثار من عمدان الكنيسه البيزنطيه، حكينا عنها هون، والمفروض انه هاي البركه اللي صار فيها المعجزه اللي اشفى المسيح الاعمى في هذا المحل، وهي بركه سلوان. مرات كثير انا بجرب بدخل مع الناس بس فيش وقت للاسف، ولا كان جربنا من جنب هذا الحارس بنضلنا مسويين حالنا مش عارفين شيء، بندخل وبندخل جوا الانفاق وبنزور الانفاق يعني بدون ما ندفع تذاكر او ننسق مع اي حدا، فمرات كثير بتزبط. بس انا امير بالباص قصدك، انا كان لازم على 12 عندي موعد، فحدا اتصل علي حدا حكى بدي اتصل. مين حكى بيتطور؟ مهم المجموعة كلها معك. طيب يلا. نتصور تحت. يلا. بس خلصوا مع شفير الباص. والله لا خذكم على الخيمة تطبل انت معي. بتبادل علي يزعج وين شفير الباص؟ بس زي شفير الباص. انا بالنايف. بدكم تحت يلا تعالوا سريعا. انزلوا برضه. هذا بصمة.